موجة والطابع مكشوف عشنا ويا ما حنشوف يا ما حنشوف موجة والطابع مكشوف مكشوف موجة انت نبيه الفتاح انت نبيه الفتاح يلعب في اليوم بزادو مين قالك على المستودع مين قالك على المستودع انتو سيدي انتو انا ما لعبت حدا ما بعرف لك هذا قالوا روح على المستودع فيك على المستودع اذا بدك ما بيجي على المستودع سيدنا انا مستودع مو مستودع ما بتفرق معي كله شغل اصلا الدنيا كلها مستودع مستودع قبل ما تنتقل على المستودع وين كنت تشتغل بالاول؟ انا كنت عند الاستاذ اكرم سيدنا بس لما حلقوا له طيروه يعني اذعوني طياره بعثوني على المستودع، اذا بدك مروا على المستودع، ما فرق معي انا مستودع مو مستودع كله شغل سيدي، اصلا الحياه كلها مستودع. يلا يلا روح على شغلك. روح على شغلك. انا شغل سيدي محل ما المستودع ولا محل ما دعوني طياره قبل ما اجي على المستودع. على المستودع على المستودع. سيدي بالمبدا، على المستودع مو مستودع كله شغل بالنسبه لي سيدي بدك روح على المستودع بالدبق. الحياه كلها مستودع يعني. يلا روح روح. السلام عليكم سيدي. وين رايح من هون؟ على المستودع سيدي. من هون الباب، هات الباب قدامك تفرج عليه واطلع يلا خلص. على المستودع. خلصني. ايوه ما فرق معي مستودع مو مستودع كله مستودع، الحياه كلها مستودع. فتح عينك منيح يا ابو حسان وراقب لي نبيه منيح. صحيح هو سمعه ثقيل ونظره على قده، بس انا بعد ما شفته عم يدحبش في الوراق بلشت اتخوش منه. بقى ما بدي اياك تتركه ولا دقيقه واحده، فهمت؟ حتى لو اضطريت اعملها تحتك. سيد. تعملوا تحت. انت متاكد؟ دورته؟ بالديوان بالذاتية ها ما لقيت ولا ضارة بسيطة الله يعطيك العافية مع السلامة معناها هالشغلة فيها إن قلت لي منقول من المديرية ما هيك نعم سيد عم أقول قلت لي منقول من المديرية ما هيك صحيح سيد صحيح شو رأيك إنه ما لقيت لك ولا اسم بالذاتية كلها؟ شلون قلت لي اسم؟ اسم منقول من المديرية أنا. شلون في؟ لا الذكي. نبيه الفتح. احكي لي شو قصتك؟ ولا تقول لي إنك منقول من المديرية. هي انكشفت. العاب غيرها. شو نلعب أستاذ؟ عم جايين نشتغل ألعاب. جايين نشتغل نحن. هلا رح تحكي ولا أطلب لك الشرطة؟ شو الشرطة؟ ليش حدا سرق شيء؟ سارقين شيء انتم بالمستودع شباب؟ لمعلوماتك شغلتك في تزوير توقيع المدير العام يعني السرقة أهون شو هالحكي سيدنا؟ مين بيستجي يسوي توقيع المدير العام؟ طبعا الشرطة يا ولد ليش الشرطة؟ ليه مستعجل؟ حضر على خلقتك هلا أنت هيك وين خلقتك؟ ليش مستعجل؟ خلص سيدي أنا بحكي لك القصة من طقطق لطقطق عليكم إذا كان عود وتعطل نشوف على كيفك. إيه سيدي هي سهلة هذا سيدي أنا كان في إلي صاحب هيك شرباك بالخير بيعزني كثير خير الله. أيوه. تواصلت لي عن مدير فرع حمص لأنه كان مدير فرع حمص صاحبه. أيوه. تواصلت لي ووظفني عنده بالمديرية بحمص. بس من تعثيري مدير فرع حمص عطاك عمره ثاني يوم. إجا المدير الجديد طلع فيي هيك ما عجبه شكلي. أيوه. شبني أنا بالله شبني. راح نقلني لوين على دير الزور بدير الزور داومت يوم واحد نقلوني على الحسكة ليش؟ ضموا الفرعين سبق مدير فرع الحسكة أول ما أجاز عم تطلع فيه هيك ما عجبه شكلي
مشان الله جبني انا جبني، راح هدفني على درعا، احنا اجيني على درعا. داومنا في فرع درعا، اول ما شافني المدير قال لي بوشك على السويدة لا تفرجيني خلتها. ما عجبه شكلي، ولهلا ما عرفت شبني انا. رحنا على السويدة طلع ما لهم فرع النوب. رجعنا من السويدة على فرع درعا، يا جماعة شلون رجعتونا على السويدة ما لكم فرع؟ قال خربطنا بكتاب النقل وخرج كتاب النقل وانطبع بالخربطة. ايه وبعدين كمل. بس هيك هي القصة كلها. وشلون اشتغلت عند الاستاذ اكرام؟ هذا يا سيدي صاحبي اللي عيني بزمانه عند فرع حمص، عند المدير الاولاني اللي اعطاك عمره، مو الثاني اللي قال يعني على دير الزور، هذا نفسه صاحبي بيعرفه الاستاذ اكرام. تواصلت لي عنده واشتغلت عند الاستاذ اكرام، بس لما احطوا له الاستاذ اكرام قدحوني طياره وبعثوني لعنده. ركبتنا بدويخه وما فهمنا منك، وراك وين؟ بالذاتيه مع القضبي. قوم واقف ولا؟ قوم واقف. بعتوني هيك؟ أنا رايح على الذاتية بحبش ونبش، بدي دور بالدروجة، بدي دور بالدواوين، بدي دور وين ما كان بجوب الموظفين. إذا لقيت لقيت، ما لقيت يا ويلك مني. بتركوني، اتركوني. شو ملابسات الحادث؟ أستاذ فتشت سجل الموظفين العام كله. ما شفت اسم نبيل فتح لا بدرعا ولا بحلب ولا بحمص ولا بدير الزور. بس هالمستخدم مع قرار نقل رسمي موقع من المدير العام شخصيا. يا استاذ يا استاذ، هدول المستخدمين بيتعينوا من قبل مدراء الفروع وبدون مسابقه، واحيانا بتطول لتصل اطباقهم لعنا. طيب نحن شلون بدنا نتاكد انه هذا مستخدم عنا مو هربان جاي لعنا من مستشفى المجانين؟ ما لك غير تسأل السيد المدير العام، هو بيعرف إذا كان القرار صحيح ولا مزور. معك حق، ما في غير هالطريقة. مرحبا أستاذ طلال. أهلين أستاذ ممدوح. جناب المدير هون؟ لا مو. شو صار بقرار لجنة الائتلاف؟ إن شاء الله توقع. لسه. برضاي عليك بقى ذكر لي إياه. بجوز ينسى، غير أشغاله كثيرة اليومين. حاضر. بدي أسألك سؤال. هذا القرار مر عليك شيء؟ هذا القرار أنا عديته. والتوقيع توقيع المدير العام؟ طبعاً توقيع المدير العام. ليش في حدا بيقدر يزور توقيع المدير العام؟ القرار موقع المدير العام، معناها المدير العام عنده علم بكل شيء عم يصير بالمستودع، وبعت لك نبيه مشان تجسس عليكم وينقل له الاخبار. بدك تكون حريص كثير وما تحكوا شيء وما تعملوا شيء قدامه، فهمت؟ لا تخوفني، انا من غير شيء قلبي قامطني. صار لازم استرعدنا بلجنه الائتلاف قبل ما الفاس توقع بالراس. عم تمثل، خلاص انت دير بالك وانا هاليومين بنهي الموضوع. قوم روح لشغلك لبقيت تفرجيني بوشك. يعني بالمختصر مفيد ما طلع معك شيء لحد هلا؟ لا وما رح يطلع معك شيء. شوف احمد، انا لحد هلا ما عرضتك بشيء بتركك تتصرف على كيفك، بس هالمره ماني موافق معك بالشيء اللي عم تعمله نهائيا، وبلا لك هاللعبه، مع انه كانت تطلع حلوه كثير بالمسلسل. انا من الاول ما اقتنعت منك لحتى اقتنع منك هلا. انا بديت المشوار ولازم كمله. خذ مسيك هدول. مين هدول؟ هدول ابو حامد وابو حسان، اسمائهم وعناوينهم. ايه شو بيعمل فيهم؟ بدي اياك تعمل لي دراسه كامله عنهم وعن املاكهم. ومنين بجيب لك الدراسه هي؟ شو مفكرني مخبر خاص؟ هلا بدك احداث المسلسل بدون ما تتعب؟ امرك يا سيدي، رح بتعب لشوف شو اخرتها معك. بقوم قوم احيط، الله لا يوفق انت والكاركتر اللي نقيت لي اياه. الكزلك عم يفوت بعيوني واسنان عن جدها. ايه اتاكل وقوم احيط. جيب لك غيرهم؟ لك قوم احيط هلا، بدي وقع البريد. يلا الله معك. سلام. شو حبيبتي لسه ما نمتي؟ مو جايني نوم. ماما لازم بكره تنزلي على الجامعه وتشوفي اذا كان طالع لكم مواد ولا لا. طمني ماما ما تقلقي. شلون ما اقلق يا بنتي وهالسنه تخرج؟ ماما انا بعرف شو كاتبه وان شاء الله ما بحمل ولا ماده. الله يضيع لك تعب يا بنتي. بس اللي قلقني اكثر اخوكي طارق. معك حق، طارق ضيع وقت كثير هالسنه
نجاحه مو مضمون. تصبحي على خير ماما. طيب ماشي الحال. هدول وينهم؟ هدولني. هدول وينهم هدول؟ هدول جاب سعيد اخذهم. انا ما قلت لك لا تعطي ابو سعيد شيء ابدا. مدير عام؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيك اهلين وسهلين. تفضل تفضل استاذ. شرف شرف. وين المواد اللي كنتوا تلفوهم؟ فرجي المواد اللي بدكم تلفوهم للسيد المدير العام. المواد هدول استاذ. هدول؟ بس هدول قلال كثير ومو مضايقين المستودع. بعدين مو مستاهلة تشكلوا له اللجنة. يلي بتشوفوه استاذ. بعدين ليش هيك المستودع قايم قاعد؟ ليش هيك المستودع قايم قاعد؟ هذا مستودع ولا خرابي؟ مستودع ولا خرابي يا ابني. من هلا ورايح بتهتموا فيه وبتنظفوه. النظافة من الإيمان يا ابني. يا ابني هي أموال المواطنين الله يرضى عليكم. بدها شوية حس، بدها شعور بالمسؤولية، بدها شوية. يا ريت نمشي يا أستاذ ممدوح. حاضر دكتور شرف. تفضل دكتور. تفضل دكتور تفضل. قلت لك أنا ماني مرتاح. إيه؟ إيه طيب. إيه أنا ببقى أبلغه. إيه طيب ماشي. تسلم يا رب. شكرا كثير لك. أهلين وسهلين. أهلين. يعطيك العافية يا أنيسة. أهلين وسهلين. سيادة مدير العام موجود؟ خير شو بتريد منه؟ شغلة خاصة بيني وبينه. هلا ماله موجود. ممكن ننتظره إذا؟ إيه بإمكانك تنتظره بس بغرفة رئيس مكتبه الأستاذ طلال. شكرا لك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. السكرتيرة قالت لنا ننتظر المدير العام عندك، ممكن؟ عفوا في شيء؟ شغله خاصه بيني وبينه. طيب تفضل سريع. شكرا. الو بعثوا لي القرارات من مكتب العقود. ايه بسرعه. تفضل استاذ طلال. يسلم والديك. شو بدهم الشباب؟ عم يستنوا المدير العام شغله خاصه. بس المدير العام مو جاي اليوم. ليش شو مسافر؟ لا مو مسافر مشغول. ايه لكان نرجع بكره. اهلا وسهلا. يلا قوم يا ابني قوم. خاطركم. مع السلامه. ابو صالح. نعم نعم. شو عرفك انه المدير العام مو جاي اليوم؟ هو قال لك؟ ليش ما قال لك؟ لا ما قال لي. صحيح ما قال لك؟ شبان ابو صالح؟ لانه المسكينه اخته ردت رجعت انتكست مره ثانيه. لا حول ولا قوه الا بالله، ما بتلحق بالطيب الا بتنتكس. يا اخي ياخذها على المستشفى مو احسن له؟ تفضل السكره. مو حارق قلبي غير هالسكره، ابصر شو في وراها. يسلموا يا ابو حسام. انت يا ابو حسام ما؟ ايه. طيب هو هذا اللعنه المكبرسه المدير العام شو بده من هالحرام؟ شو بده؟ ما قلت لي وين كاين هلا؟ اه؟ وين كاين لهلا؟ اه ايه ابني ضعفان اخذته على الدكتور انا. ظريفه ظريفه. ايه فوت فوت عبي سطل المي واطلع على الحيطان نظفها. المدير العام هيك امر، قال شو؟ نظافه حضاره. هلا المدير العام قال انا اطلع على الاساطيح وعلى الحيطان ونظفه. ليش في مستخدم غيرك هو؟ ولا نظفهم انا؟
لك لا بس ما حسبناه. شو هي؟ ما بيجي عم بربر لحالي انا هلا بركت لي بيت كم شغله وبعدين بنظبط. يلا يلا على السريع على السريع على السريع. نظف شو بدي نظف؟ ايش قذارة بالعقل هي؟ لا مو حرام على هيك الموظفين. لا حرام لا حرام لا حرام. اخ اخ الغبرة صايرة فوقنا وتحتنا. لا مو حرام عليكم ولا حرام. هالكم واحد ما فيهم ضمير. لا حرام لا حرام. اي ما راح تنضب المديرية لنظفون الهم هدول. هذا مستودع عملاق دولة هيك تنتري. شو الله لا يوفقك يا وحيد على التنكه. راح يناموا عيوني من كسوك. ها والله اسنانك حبيبي كملاني. لا يوفقك يا وحيد. انا ربي. ها منين انت تنظيف؟ اعوذ بالله. شو الكهرباء قلت لك هيك الكهرباء. هذا يا شباب ولا الزر يا حي حاطك طاش حجلنا منين نروح؟ حسان؟ شباب 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 عندك مفك كهرباء طاحير؟ عنا ليش؟ هنيك في مفتاح كهرباء بس بيصلحوه. اتركوا الكهرباء بعدين رافعين طلب اصلاح بكره بيصلحوه. ايه ما الكهرباء ومشي الحال انا. بعدين هذا اذا بيعمل شورت واحد يا اخي انا بيحرق المستودع كله. لا حول ولا قوة. بدك تسرعنا اليوم انت؟ طيب هاتي لي هاتي. وايفك دير بالك في فتة كهرباء. لا ولا يهمك يلزم ابو حسان. انت ابو حسان ما؟ ايه ايه حليف يا يلا. هذا الكزلوك لحاله قصته قصة. شو عم تستنوا يحرق المستودع على الصالحون؟ العيون طالع منها كهرباء. شغل بايبك الفاحص ابو حسان. صلحته؟ سكرته التاجي. بس هذا المفتاح عاطل بده تغييره. اي الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. معلم؟ ايه. ناخذنا اسم منك شي ربع ساعة. لوين بدك تروح؟ ما في شي عندي مشوار ضروري شوية. ربع ساعة بس ها؟ ايه خلص وعد. ربع ساعة؟ ايه العيون. اوعك تتأخر ها؟ ابو حامد بيسرعنا. لا شو؟ يا السلام عليكم. السلامة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين ابو صالح؟ وصل مشوار. بس انا ابن خاله بدي اشوفه انا. هلا بيجي. يا ابو صالح بيكون ابن عمتي انا عاوزه انا. ما عرفتني؟ لا ما عرفتك. شو عرفني؟ طلع فيي منيح. ما شبهت علي؟ ما بتذكر اني شفت الوش قبل المره. يا معناتها الشغل مظبوط. ما فهمت. أبو صالح ابن خالي مضبوط انا ما بشبهه ما بشبهه. الحقيقه ما في شبه ابدا. شايف مو شغله بتقري حالك شفت واحد ما بشبه ابن خاله. مطول ابو صالح مطول. لا ما بيطول.
ابو صالح ابو صالح تعا تعا قرايبك عم يستناك. ابن خالي ابن خالي ابن خالي شلونك؟ شو جابك لهون؟ عاوزك تطلع معي مشوار شي نص ساعة بن عمتي. هي على عيني وراسي تأمر أمر. أهلين ابن خالي. أهلين أهلين وسهلين أستاذ طلال. أنا واصل مع ابن خالي شي ربع ساعة الزمان. إذا أجى الدكتور قل له وصل مع ابن خاله مشوار. على عيني تسلم. منو الدكتور؟ هلا أبو صالح بيقول لك مين الدكتور. يا راسي إذا أجى الدكتور له رايح أنا مع ابن خالتي تمام. أهلا وسهلا. إذا عنده ابن عمته الضيف بده يروحوا سوا. يلا 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 أبو خالي يلا شرف. شو ولا جبهة؟ ناقصني؟ ساعة ابن خالي؟ ساعة ابن عمتي؟ بتصدق دكتور؟ بتصدق اني ما عرفتك بالاول؟ منيح اني اشتلقت على الغمزة تبعي. ايه تمام. الزور شايفها بتصدق عم تعيني هالنظارة. ايه ايه بين بين. صالح؟ امسك هذا المفتاح بدي تصب لي عليه نسخة بس لا تأخر معك ربع ساعة مو أكثر. مو على عيني يا ابن عمتي. يلا يا ابن خالتي يلا نروح إلى المشوار تبع وين كنت؟ وين كنت؟ تعال 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 شوف تعال قريب لهون. اللي وين كنت؟ لا يا ابو حسان شو سيد؟ أنا أبو حامد. ليه أستاذ أبو حامد؟ الأستاذ أبو حسان هو أعطاني إذن ربع ساعة سأله سأله. مزبوط أبو حامد مزبوط. أنا قلت له يروح بعدين ما تأخر كل 10 دقايق. شفت أنا ما بكذب أنا. إيه فوت فوت كمان مسح الأرض هنيك فوت يلا. على عيني. وين رجعنا المفتاح؟ يلا هلا ابني من نصايحك وفهمني شو صار بالمهمه اللي كلفتك فيها. يا سيدي بالنسبه لابو حسان ما عنده املاك غير بيت ودكان صغيره ورتانه عن ابوه، بس قالوا لي بالكم سنه الاخرانيه عمل غرفه جديده وزبط البيت ودهنه والدكان قواها وحط فيها بضاعه من جميع الانواع. معناته هذا حرامي صغير فرخ يعني. وابو حامد؟ ابو حامد ما في شيء باسمه ابنه. متاكد هيك اظهرت التحريات؟ معقولة لكان يكون أبو حسان عم يسرق من وراء ظهر أبو حامد وأبو حامد ما عم يطلع له شيء؟ معقولة؟ معك حق، لأنه طلع بيت سياح نياح باسم ابنه ومجنة وأرض زراعية ومزرعة باسم مرته. لا زكي، مسجل أملاكه باسم ابنه ومرته لحتى ما حدا يسأله من أين لك هذا. هلا بزمتك هذا السؤال بينسأل بهالأيام. معك حق، إذا سأل بخربط الدنيا فوقاني تحتاني. يلا قوم البيس وجيب لي اواعي عري نطلع سوا مشوار. لوين؟ على المستودع. على المستودع؟ شو بدك تسوي بالمستودع بالليل؟ في وراء بدي اطلع عليها وبدي اطلع على محاضر التسليم، بالنهار ما عم يصير لي شوف شيء، يلا قوم تحرك. وبركي التقطنا؟ لا عمي، انا مالي علاقة بكل مغامراتك. لك اخي لا تخاف، انا فوت على المستودع، انت وقف لي على الباب مشان اذا اجى حدا تنبهني. ناطور يعني؟ لا عمي انا كل الشغله ما فايت بمخي، روح لحالك. انت لوين وصلت بالمسلسل؟ للحلقه 24. اروكب بون، اذا ما بتجي معي ما راح اكتب لك ولا حرف. شو قلت؟ ماشي الحال، امري لله. بروح معك شو بدي اسوي لشوف شو اخرتها. انا من غير دفع عم برقص، اجاني دربكاتي. شو عم تقول؟ ما في شيء، عم بربر لحالي. قوم تلحلح. بعتقد بعد هالزيارة الظريفة يلي شرفنا فيها المدير العام لا بقى في لجنة إتلاف ولا من يحزنون، والأستاذ ممدوح عم فضلي إيدك منه كمان لأنه ما رح طلع معه شيء، أكل الطعم وعس النارة. بس ما هو مشترك معنا يا أبو حامد، يعني لازم يلاقي لنا حل. مشترك؟ مشترك بشو؟ لا وقع ولا استلم ولا سلم ولا باع، بس قبض. وإذا صار سينو جيب بينكر كل شيء وما له أي توقيع يدينه. المواد نحن مستلمينها ونحن اللي بعناها، ومثل العادة
الكبير بياكل حلا والصغير بياكل هوا. والعمل هلا يعني شو بدنا نعمل؟ في خطه واحده تخلصنا من هالكابوس اللي نحن فيه. تشترك معي؟ على هوا الخطه. اعطيني ابنك. لا 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 اعوذ بالله، كل شيء له شغله. معناته رجع كل شيء اخذته، تقدر؟ لعن الشيطان ويلعن هديك الساعة اللي طوعتك فيها يا أبو حامد. ضميرك عم يعذبك؟ ماشي، بدك تتوب أنت حر. أنا عم دلك على الطريقة يلي تمحي فيها الماضي كله وتخليك تنساه، ومن بعدها أنت حر. تفتح صفحة بيضة صفحة سودة، أنت حر. شو قلت؟ أعطيني فكرة مهل، مهل أفكر. ما في وقت للتفكير، لازم ننفذ العملية اليوم قبل بكرة. شو؟ لك شباب خليك طبيعي. شامم شي ريحة هيك شويط؟ لك ما في شي، شبك انت مرعبي. ايش هو مرعبي؟ ركبي عم ترجع. دير بالك، التفت وراك منيح وانتبه، ها اذا اجى حدا نبهني. لك لوين رايح بدك تطول؟ لك لا شغلي ساعتين ثلاثة. لا اخذني معك. لحظة، شو لحظة؟ امشي ها. والله خليك مسلسلة بسبب الضابط. لا 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 نحن بالعكس حاولنا نطفي الحريق واتصلنا بالاطفائيه كمان. هات هات يلا هلا انت متاكد انه بالتحقيق بكره ما راح يجيبونا وياخذونا سين وجيم؟ ما حدا شافنا. طيب والحريق بيمحي بصمات الايدين؟ ما بعتقد. وليك اكلنا هوا. هلا قل لي وين الحمام؟ جوا فوت. صارت الساعة واحدة، شو صار فيه لهلا؟ لا اجا ولا اتصل ولا بده يتاخر ولا حتى قال لنا وين رايح. طولي بالك ماما، هلا بيجي وبنفهم منه شو القصه. ابوكي من وقت ما صار مدير عام تلخبط كيانه ولخبطني معه، عم يتصرف تصرفات غريبه وعم تصير معه حوادث عجيبه. انا خايفه يكون صار له شيء هالمره. لا تخافي ان شاء الله ما بصير الا الخير. هلا نص ساعه ثانيه اذا تاخر بنزل وبدور عليه بالحارات وبالشوارع. ايه ابني الله يرضى عليك. خذ الليفه وحك لي ظهرك. لك طول بالك شوي، اصبعتي رح تقتلني. حك لي انت بالاول. لك اخي حك لي لحك لك. على مهلك. ما عم بيروحوا الصابون. لك حك منيح انت. لك لحظه شوي، ما في حل الا زيت كاز. لك شو هاد؟ لك اخي عبيتني زيت كاز. انضف لك انضف لك.
لك بسيطة 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 يا واحد، ما بيجي دوري احكي لك تحرك انا فرشي. لك شو بدك تفرجيني؟ بس 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 لهبت علي. وين بده يكون راح؟ يعني وين بده يكون راح؟ يعني ما له حق ابنه. طيب انا هلا وين بدي ادور عليه؟ وين بدي ادور عليه؟ انا هلا بنص الليالي شلون بدي ادور عليه؟ وليش معصب؟ ما بعرف شو بدك تدور عليه؟ ما بعرف تلاقيه وتطمني عليه. يا ماما ما بصير هيك، اتركنا ونروح. طيب الساعة هلا قديش هلا الساعة؟ شو بدك انت؟ وقتي صوتك خلص خلص ماما، طولي بالك. شو بابا ولد صغير حتى نروح ندور عليه؟ ليش طول بالي يا بنتي؟ نايم اخوكي مو فارقة معه. ما بصير هيك، تقولي لامك كمان ابوكي ولد صغير. وطي صوتك بابا، شو اللي راسي؟ قوم دور لي عليه خلصني. اذا بدك هلا بلبس هجاب بنت وبنزل هلا. قوم البس شو عم تستنى؟ اي خلص قوم يلا مثل ما عم تقول. يا الله شو هالولاد دول؟ يا ليل وبردوا بدك يعني انا والله مو حابب غير على حالي. شو حكيت شو؟ ضحك لك ضحك لك فعلا شي بيضحك، يعني النار ما لقيت تلدع غير صعبي يا وحيد صعبي. الحال من بعضه يا احمد، انا الثاني باهمي ليك عم ينقف علي ناف. لك يا اخي انت باهمك بتحسن تنفخه بس انا ما عم بحسن انفخ. شو بدنا نسوي؟ هلا قيمني من سيرة باهمك، لاقي لي طريقة شلون بدي اروح فيها على البيت. مو ضروري تروح، نام عندي هون. لك شو نام عندك؟ بدك الزلقطة اللي عندي بالبيت طالع النادي؟ والزلة تليفون؟ بتصير لمصيبة مصيبتين بعدين. طيب ما راح تصدقني. مثل ما بدك. أنا بحياتي ما نمت برات البيت يا وحيد. غبر راسك. ما عندك كلونيا؟ مشان شو الكلونيا؟ مشان أخلص من ريحة زيت الكاز اللي طالعة مني. إيه أنا اختلقت من حالي. صح. أحمد؟ شو راح يقولوا الناس بكرة بس يشوفوا هذا المشهد؟ مبينه راح يقولوا يضرب هيك مدير عام. لا صدق. راح يقولوا جدي لعب بعقلتيس. مين التيس؟ هلا وقتك. المفاتيح مشان تكمل نسيناهن عند وحيد. ليلى يا ليلى، وقيت لهلا وليش جاي من هون؟ جيت من هون لانه تاخرت شوي، كان عندي اجتماع بالوزاره. يا خيي الف لف من هونيك لافتح لك. حاضر. بتحمم بشو متحمم؟ بزيت الكاز؟ لا شو زيت كاز؟ شو عم تحكي انت؟ في بني ادم بيتحمم زيت كاز؟ قال زيت كاز قال تعال. ولا كان هي الريحة الفايحة منك هي؟ هي ريحة صابونة معطرة اعطونا اياها بالحمام، هي اسمها كاز لوكس. حلوة ريحتها. طيب وليش كنت رايح من ورا؟ من ورا؟ ايه من ورا. وين مفاتيحك؟ مفاتيحي نسيتهم. نسيتهم؟ ما نسيتهم؟ عند مين؟ لا لا يشد فكرك لبعيد، بالحمام. عجبتك سهرة؟ شو سهرة؟ بتاخذ العقل. ما معقول. ولك شو هالناس الأكابر اللي هني؟ لا أنا ما شفت.
بتعرف اشتهت اختي اميره وجوزها. الجايات اكثر من الرايحات. بيني وبينك فكرت اعزمها بس قلت لحالي جوزها ما راح يوافق. جوز اختي لا بيتسرى ولا بينام برا. لا تخافي عليه. شو قصدك؟ قصدي ما عاد مثل الاول، تلحلح شوي ومن سهرة لسهرة. وين كنت؟ عندي اجتماع مثل العادة يعني. بعدين بتبين الخيرات. منلك يا فلان، بعت بيتي بالجمعية على ورثة أمي بتلاقيه صار وتصور، وكله من ورا الاجتماعات. اجتماعات وفهمناها، وبالحمام رح مرق لك اياها، بس ممكن تفسر لي سبب الحرق اللي بالشو؟ لك شلون شفتي؟ شفته؟ هذا من الحمام. فسر لي اياها. كنت قاعد بالحمام، بتعرفي بحمام السور، رحت قعدت على قرني مثل النار. اس الله كان الاميمي يلقم بيت النار، انشارت خشب ووسخ كله على بيت النار. طلعت انا حضرتي قاعد على بيت النار، نصيبي واكلت. شو مفكرني غبية كل هالقد لحتى صدق هالقصص؟ بتصدقي ما بتصدقي، انت حرة اصلا طول عمرك هيك، انت طول عمرك شكاكة. ايه شكاكة؟ بتتذكري قبل ما نكتب كتابنا لما انحرقت اصبعتي شو قلتي لي؟ احمد هلا مو وقت مزحك، تصرفاتك صارت كلها مو مقبولة وصار لازم اعرف كل شيء. بكرة بس يخلص المسلسل بتعرفي كل شيء. خليني روح، انا تأخرت على المدير. مالك طالع من هون قبل ما افهم قصة الحريق؟ أميرة تأخرت على شغلي. ما في طلعة. وبعدين مع القصة جبنا دبا ما دبي، جبنا سم ما نسم، جبنا ملطش ما لطش، جبنا بيخبخ ما تبخبخ. منين عم يجي الفيران على البيت؟ ليكا مش السائق هيك؟ مشي. ما قلت لي ما قدرتوا تعرفوا سبب الحريق؟ تركت خبراء الحريق عم بيعاينوا المكان، ورح يرفعوا لنا تقريرهم بكره او بعد بكره على بعض تقدير. انت شو رايك؟ الحريق مفتعل ولا قضاء وقدر؟ انا عاده سيدي ما بحب استبقى الحوادث، بس بهالقضيه شان ريحه جريمه. والسبب؟ سمعت الشركه كم مرة حالنا بسرقات ورجاوي وتجاوزات، وصلت أكرم اللي لقطناه بالمطار. على كل التحقيق رح يكشف كل شيء، بس بدي منك شغلة. بدي إياك تدور بالمستودع عن أوراق لسه ما احترقت، تتحرز عليها، يمكن تساعدنا بالتحقيق كثير. يخرب بيتك! ولك شو عملت؟ ما عملت شيء. والمستودع مين حرقه؟ أنا شو بيعرفني؟ مين له مصلحة بحرق المستودع غيرك؟ انت مثلا. يخرب بيتك، بدك تلزقني التهمة لي؟ انا ما هيك قلت، انا قلت لك مصلحة. شوف فتح عينك منيح، إذا بتجيب سيرتي بالتحقيق ما تلوم غير نفسك، أنت لسه ما بتعرفني؟ أنا إلي خورات، وإذا شخرت صوتي بيصل لأدلب ويمكن يصل للحسكة. وأنا ما دخلني، أنا تركت المستودع مثل ما هو، لا شفت شيء عم ينحرق ولا حرقت شيء، رحت على بيتي واجيت اليوم على الدوام لقيته محروق. عفري عليك، هذا اللي لازم ينقال بالتحقيق. وهناك مع ذلك الله يعطيك العافية. قوم يلا يلا قوم الزحلقة. طيب بدي اشوفك هون. وهناك نعم. ولهون ما بتقرب إلا لحتى أنا أبعث لك خبر. طيب يلا ماشي. استنى أشوف لك. اطلع. روح. يخرب بيته. حرق المستودع. حرق المستودع. أنا مدخلي. وين كنت أنا امبارحة؟ وين كنت؟ أي صحيح. كنت بالبيت عم بتعشى والمرأة والأولاد. تفضل دكتور. حطه عندك. ما بتستحكي بنا. خير دكتور، شبك؟ ليش هيك منجي على جنب؟ ما في شيء. مبروك. خذ دواء.
اخذت بس بدها وقت للطيب. الله يشفيك. البرقة الله يشفيك. صعبة صعبة، اسألني انا مجربها. الدكتور لسه بقيان عندي كم حبة من اللي اعطيتني اياهم، جيب لك اياهم. لا لسه عندي منه لسه. دكتور مين تعتقد اللي حرق المستودع؟ مين بده يكون يعني؟ يا ابو حامد يا ابو حسان. انا الله يكسر ايديهم. معافى ان شاء الله معافى. انا على لحظة كنت كشفتهم بس سبقوني يا ابو صالح سبقوني. بسيطة الله يشفيك يا رب. يا اخي انا يا اخي رح نشتغل على الاشارة بياع دخان اذا ضلينا هيك. اهلين سليم. اهلين وسهلين ابو معتز، بعد اذنك دقيقة بس. شوفي ماشي استقير الختم منك. لك شو قصة الحريق؟ حريق؟ ما ادري. لك شو ما يقدر يا ماما. طب شريف شو قصة الحريق اللي صار عندكم؟ ليش وصل الخبر لعندكم؟ ليش اخبارنا ما بتصل لعندكم؟ يعني ما بين شلون صار الحريق؟ بيبين الا ما يبين، والمجرم ينال جزاؤه. وان ما بيان بيسجلوها ضد مجهول. ايوه او بيقولوا سيكارة طايشه. اخي نطول عنا؟ لا 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 شكرا كثير اخي ابو معتز على الختم، بس الله يخليك. شو بيصير معك بخصوص الحريق؟ بتخبرني اول باول لانه قلبي على نار. ايوه مشان تلفق قصص على كيفك. خاطرك ابو شريف. شو هالناس هي؟ بدها قصه تتسلى فيها. كأنه هالمستودع اللي انحرق مو من أموالهم وأموال الناس. استاذ سليم جاي جاي دقيقة. مرحبا ابو سعود. يا اهلين يعطيك العافية. شو قصة الحريق اللي صاير بالمستودع؟ عم يقولوا شي ما كان كتير. حده 100 جهنم يحترق. أنا مو فارقة معي كتير. وشو رح يصير هلا؟ رح يفتحوا تحقيق بالموضوع؟ ما بعرف رح يفتحوا تحقيق لك. دخلك وبراس مين بدها تقع؟ تقع محل ما تقع، المهم راسنا يضل سالم. معك حق. معيتك المعاملة. ايه تكرم عيونك. سمعت لك سمعة. ايه. انه ابو حسان وابو حامد كأنه لهم ضلع بالموضوع. حلو. معناها رح تقع براسهم. خرجوا. شر. خدمة. الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. ما سألتك، شلون حال المنقولين؟ والله، شال فرعية. ايه. عادي تعودت، أطول بنتي لنا. يعني بفهم من كلامك انك ما بتتهم حدا. سيدي ما في داعي اتهم حدا لانه ما حدا له مصلحه بحريق المستودع. ابو حسان مثلا. وليش ابو حسان حتى يرتكب هيك جريمه؟ ممكن يكون متورط له شي ورطه وحب يتستر عليها. ورطه شو سيدي؟ ابو حسان رجال نظيف كثير وبحياته ما مد ايده على غلط. يعني بدك تفهمني انه في جريمه بدون مجرم؟ سيدي بالاصل ما في جريمه، والحريق اكيد سببه ماس كهربائي. ماس كهربائي؟ شو عرفك؟ لأنه بالمستودع كان في فيش منزوف وكان دائما مكهرب، وإذا ما لك تصدقني سيدي اسألوا نبيه الفتح، هو الكهرب فيه سيدي. نبيه الفتح؟ إيه نعم. مين نبيه؟ نبيه الفتح اللي بيشتغل عنا بالمستودع. طبعا رح نستدعيه نسأله. بس بحب لك كونه نبيه تكهرب بماس كهربائي هذا ما بيعني إنه الحريق تم بماس كهربائي. مظبوط، بس طالما طرف الخيط موجود بإيدنا، ليش لحتى ندور على طرف ما له موجود؟ كل خيط وله طرفين. ما بعرف انت وقت رسيبي. طيب ممكن تقول لي امبارح الساعه 11 بالليل وين كنت؟ الساعه 11 امبارح شو قصدكم سيدي؟ لا تخاف نحن ما عم نوجه لك اي اتهام، هذا سؤال بنساله للكل. كنت عند ابو حسان بالبيت. في حدا بيثبت هالشيء؟ ابو حسان ومرته وابنه كانوا معنا. طيب بإمكانك توقع على أقوالك وتروح، وإذا في أي شيء نسيت تقوله ممكن تتفضل لعندي بأي لحظة. حاضر. طمع، ما في شيء بطلع، خلي قلبك قوي وأعصابك هادية، متى بشوفك؟ حبك أنا، قلت لشوف. صباح الخير. اسمك وسنك ومكان عملك. اسمي عبد اللطيف عبد الكريم اسعد المحلاوي، عمري 35 سنه وشوي، بشتغل معاون امين مستودع.
كون لطيف معنا يا سيد عبد اللطيف وقلي لشوف شلون انحرق المستودع اوتو. سيدي ما بعرف، انا اليوم لحتى ادريك بالقصة. طيب ممكن يكون في واحد تاني برأيك يعني؟ ما بعرف. طبعا ابو حامد ما ممكن يكون لانه كان عندك وقت وقوع الجريمة مو؟ مزبوط سيدي مزبوط، حتى بالعلامة اسألوا مرتي حسان وابني نعيم، مرتي نعيمة وابني حسان. ضل من 10:30 ل 11:30 و5 سيدي. شبك انت؟ ما في شيء سيدي. انت على طول بتقتل؟ احيانا. قلي لشوف، انت كيف عرفت انه الجريمة تمت بهالوقت؟ سيدي انا ما بعرف، اليوم حتى دريت بالقصة. ابو حامد قلو بالعادي يزورك بهالوقت شيء؟ ابو حامد ايه اوقيت اوقيت. كل قديش يعني؟ يعني كل بالجمعة مرة، جمعتين مرتين، ثلاث جمعة ثلاث مرات، حسب فضلته. شو جاي يعمل عندك امبارح؟ عوجة والطابق مكشوف، عشنا ويا ما حنشوف، يا ما حنشوف عوجة والطابق مكشوف.